فيوم مواليد 2003 بطولة الجمهورية. يا سلام يا سلام، اظبط بقى. استعجال وحش. نقطة جميلة والصد أجمل. يا عمر يا ابني 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 يا
يا عم الزاوية مفتوحة قدامك، زاوية شوت مفتوحة قدامك والله. لحد ما توصل للجون تبقى زي الفل، عند الجون تضيع الكورة. يلا يا سبعة، يلا يا سبعة، أنت لعيب يا سبعة، أنت لعيب يا سبعة، أنت لعيب والله، عارف إن أنت لعيب، هتجيب جون أهو. يا سلام عليك، يا سلام عليك، والجون أهو، والجون أهو. عز عز والله، عارف إن أنت لعيب، هتجيب جون أهو. يا سلام عليك، يا سلام عليك، والجون أهو، والجون أهو. عز عز الفرصة السابعة دي أنا بعدي لك أهو، الفرصة السابعة دي رايحة أهي. سابع فرصة رايحة أهي. حظك معلش. حلوة 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 حارس.
ما تضيعش بقى يلا يا سيف يلا يا سيف يلا يا سلام يا سلام يا سلام على الجول الجميل يلا تعالى يا سلام يا سلام يا سلام على الجول الجميل الحق تعالى يا ابني خد تعالى ما جيتش هموتك تعالى عسكري تعالى يا عسكري خد تعالى هنا كمان تعالى وري الفانيلا بقى رقم الفانيلا بقى ولف كده واعمل زي كريستيانو مش انا قلت لك هتجيب جون ولا لا بذمتك انا قلت لك ايه كده 2-0 ده ضيع 5 اجوان ده والله قلت له بس انا قلت له الشوط انا هتجيب ضيع انفرادات الفيوم الاصفر ومستقبل مواليد 2003 دول يلا يلا سبعه يلا يا سبعه حلوه يا جون حلوه يا جون بس جون حلوه يا جون تعالى عسكري مواليد 2003 دول يلا يلا سبعه يلا يا سبعه حلوه يا جون حلوه يا جون بس جون حلوه يا جون تعالى عسكري تعالى عسكري هنا عسكري حلوه حلوه يا سبعه رقم كام اللي جابه ده يا سبعه 3-0 أول مرة تنزفوني وتقلبوا الثلاث مطوشة اللي قبل كده اتخلبوا من 9 و5 بس الشكم مغير نفسه برافو أنا برافو مدرب صراحة عينيا دي يا باشا هظبطه لك ما تقلقش ثلاثة صفر مش عارف المدرب عامل ايه الصراحه اداهم في اجرة ولا غير الفريق ولا عمل ايه مش عارف حلوه يا كابتن حلوه انا بقول لك حلوه والله ايوه كده انت سامعني بقى عليك الله ينور عليك الله ينور الله ينور عليك انت غيرت الفريق كله باين عليك كده الفريق بقى شكله حلو هو عليك يا جول الفريق بقى شكله حلو هو عليك يا جول 3-1 3-1 3-1 مفيش نمرة عندك هبقى تبين ايه بقى
3-1. تسير عليها الحارس دي. انا عامل ماتش حلو والله الحارس. يلا يا سبعه، يلا يا سبعه، يلا يا سبعه، انت لعيب. تلات هوبا فاول. طلع مين؟ 33. طلع. حلو حارس. ما فيهاش حاجة، ما فيهاش حاجة.
المفروض ياخد انذار. اللعيبه اللهم صل على النبي فايقين 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 فايقين. انت عملت غيرت نص الفريق كله غير المطوشه اللي انت لعبتها قبل كده يا كابتن. يلا 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 حلوه. يلا 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 حلوه. يلا 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 حلوه. اوفسايد حسبها اوفسايد حسب التاني مشترك معاه في الكوره. اوفسايد حسبها اوفسايد حسب التاني مشترك معاه في الكوره. حلوة بال حلوة بال آخر لحظة. Thank you.
يلا يلا الجون اهو، الجون اهو التاني اهو، الجون اهو. يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب، يا ولد يا لعيب يا باشا. شوت وجوه الجول كورنر تاني. هو معاك واحد تاني اهو، معاك واحد هنا اهو، والله معاك واحد اهو. مسيطرين على الماتش، اللهم صل على النبي. يلا يلا يلا، معاك 24، بس اوعى الاوفسايد، اوعى الاوفسايد، طلعت بره. يا سلام يا سلام، يلا يلا هيشوف هيشوف. بيقول لك هتجون، بيقول لك هتجون، والله يبقى. حلوه 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 حلوه، فاول. بيقول لك هتجون، بيقول لك هتجون، والله يبقى. حلوه 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 حلوه، فاول من منطقه، من مكان جميل. يا لعيب يا سيف، يا لعيب يا سيف. مسيطرين. يا سلام يا سلام يا سلام، يا اوفسايد، ما حسبهاش اوفسايد. حلو والله، لو كانت جت داخل اهي، ولسه مش عايزه تخش. الرابع ده مش عايز يجي، بس حلو والله، حلو حلو، شكلكم حلو قوي قوي النهارده. ماتش جميل 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 جميل، برافو يا كابتن. ها برافو يا كابتن، برافو يا كابتن، انت عملت فريق 100 100، ممكن تنافس بيه والله، اللهم صل على النبي، غير الثلاث مباريات اللي فاتت.
اللهم صل على النبي عليه. كره فيه جامدة. حلو يا ابني، حلو يا لعيب، حلو حلو. كارت احمر، كارت احمر، شكله واخد انذار قبل كده. دولي كابتن، دولي انت هتحكم الماتش اللي جاي ايه؟ رقم 10 كابتن. مش حد ده خالص. Thank you.
ايه الحلاوه دي؟ ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ يا ولد يا ولد يا ولد حلو. ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ ده ايه الحلاوه دي؟ يا ولد يا ولد يا ولد حلو. يا سلام يا سيف يا سلام يا سيف يا سلام يا سيف. اي حاجه الباك ده مطلع بلاوي الصراحة. يا خسارة يا خسارة يا خسارة يا خسارة.
الرابع ده مش عايز يجي بقى، هم مصمم ما يجيش. ثلاثة واحد الجونة ولا لو يجيب؟ كنت بحكوا دول العسكري اللي ورا ده. لا ماشي عشان يكون سلم عليا. بس بينك مش ورا. اسمه ايه؟ ادم المزاح. ربنا يخلوه لك. في تغيير ولا ايه؟ كفايه كده حاجه بقى، كفايه يا رجل. يا ياسر اخبارك؟ غلب اهو. ها غلب اهو، هيدفعوا غلب اهو. عليكم السلام. عمك حبيبي عامل ايه؟ ازيك؟ عايزين نصور الماتش بعد ده. جون ها؟ اه. بكلمك في التليفون. صباح الفل. انا خد بقى ال ببعت لك اللينك الصبح. ماشي. ولا انت هتروح معاه؟ سجلته سجلته معايا. طلع يا كابتن. بيصور. عارف والله هنا
يا ولد يا جون يا ولد يا جون، والله انت لعيب يا جون، والله طلعت 100 جون النهارده. يا ولد يا جون يا ولد يا جون، والله انت لعيب يا جون، والله طلعت 100 جون النهارده. وارد لاعب يجيب 2010 عشان ابقى عارفه. بس اللينك مقفول مش هيبقى على الصفحه، اللينك مقفول يعني انا هبعت لك اللينك انت تشوفه، ولا تبعته اللينك يشوفه. طب لو عايزنا ننزله ازاي؟ بيعمل ايه بقى ده؟ نعمل داونلود من الواتساب على اليوتيوب. طب ما مش هعمل داونلود من اليوتيوب. لا بيتعمل داونلود، ما بينزلش على الموبايل. ايه؟ ما بينزلش على الموبايل، بينزل في اللايبر بتاعك. كلمه بقى. انت بتحمله من على اليوتيوب. حبيبي انا راجل التكنيكال. ماشي، تحمله على اليوتيوب من اللابتوب. ماشي؟ بنزله على اليوتيوب. طب انا بحمله. طب ما تبعت لي انت على الواتساب الفيديو. ايه عندك تليجرام؟ انت بتقول تليجرام في فيديو 3 جيجا اتبعت على الواتساب 40 جيجا ازاي؟ طب عرفني استفيد منك اهو. بس خلص الماتش ونقعد مع بعض. ماشي بص اوريك اهو. يا ريت والله استفيد منك. تليجرام فعلا؟ تليجرام. بص انا ما عنديش تليجرام. اشترك فيه زي الواتساب. بص بص 720 576 ماتش 720 3 جيجا. ده دي في 3 جيجا. ده دي في 720 × 576. لا الكواليتي بتاعتك كام؟ اتش دي؟ لا 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 ايوه اتش دي. 1080؟ 1080. بس هتعمل ايه بقى؟ تقوم باعتها اكستنشن زي ما هي كده، تقول لها روحي على التليجرام. التليجرام بياخدها مش على انها كميه، بياخدها على انها ديوريشن يعني وقت. هيجي لي ساعه ونص اقول له سيف ينزل عادي كده. نزل التليجرام. يحمل الشوط قد ايه؟ ممكن ربع ساعه عشان ده الماتش كله. يا راجل ده انا بحمله بساعتين ثلاثه. ما عشان انت بتحمل جيجا 3 جيجا. لو حملته بساعة هياخد ساعة. انت كده عملت معايا واجب. بقول لك اهو مش عيب نتعلم من بعض يعني. لا ماشي. ده نزل التليجرام. هو في شباب قالوا لي قبل كده التليجرام. هو لو نزل التليجرام لو عندك حاجة دويشن ساعتين هو